منذ سنة 2018 لم يشهد قطاع التربية الوطنية تنظيم مسابقة لتوظيف الخارجي سواء في السلك الإداري أو سلك التعليم. 4 سنوات كاملة انتظر خلالها الكثيرون دورهم للظفر بمنصب شغل في تخصص دراستهم. مسابقة يعني ما نظنش إذا كانت مسابقة راح تكون مسابقة فيما يخص الإداريين. لما نقول الإداريين نقصد بها المقتصدين والمشرفين، يعني المشرفين للمتوسط والثانوي، نواب المقتصدين، مستشارين التوجيه، يعني كلهم هذوما ماذا بينا تكون مسابقات، لأن كاين كثير من المناصب الشاغرة، علما أن المسابقة من 2018 ما كانش مسابقات إدارية وحتى تربوية. بالمقابل عندنا الآن حوالي 13,000 أستاذ متعاقد راهم في الميدان، وكان اللي عندهم الآن خبرة كبيرة جدا، كان اللي عنده 6 سنوات 7 سنوات كان حتى 10 سنوات. مثل هؤلاء أصبحت تجربة وخبرة كبيرة جدا وكفاءات مثل هذوما، يعني نطلب إدماجهم الآن. ربما تكون بعض التخصصات اللي ما يش موجودة الآن وما فيهاش تعاقد، هذا معليش نفتح لها مسابقة. صحيح أن القطاع يتجه نحو الاعتماد فقط على خريجي المدارس العليا للأساتذة، لكن المتخرجين لا يغطون حسب العارفين بالقطاع إلا 40% من احتياجاته. المدارس العليا ربما في الوقت الحالي لا تغطي 40% من احتياجات وزارة التربية، ونحن نتمنى ونأمل أن يعني يتم تفعيل هذه المدارس وأخذ الإجراءات اللازمة على الأقل للوصول إلى 60 أو 70%. هو من الأكيد أن خريجي المدارس العليا يعني غير جاهزة لتغطية كل الاحتياجات، ويعني على حسب هذه على حسب ربما الفارق الموجود، وزارة التربية ستأخذ ما تراه من يعني الإجراءات اللازمة لتغطية هذا العجز. إذا كان العجز يعني ليس كبير قد يتم اعتماد يعني التوظيف بالتعاقد الاستخلاف، وإذا كان العجز يعني كبير ممكن يذهبوا إلى المسابقة. أساتذة توجهوا إلى التقاعد وآخرون تحولوا إلى السلك الإداري. مؤسسات جديدة تفتح كل سنة، إلا أن المناصب المالية لم تفتح معها، ولحد الآن لم تصدر وزارة التربية بيانا أو بلاغا بهذا الخصوص. وفي الجهة المقابلة الآلاف ينتظرون هذا الإشعار.